كابتن حشيش يعني بالارقام دايما الناس اللي بتحب تتكلم كتير تقول لك اصل القطاع الناشئين في النادي الاهلي، اصل القطاع ما بيطلعش لعيبه الدرجه الاولى. تيجي تشوف في مباراه الامس تلاقي واحد من الاساسيين كريم الدبيس بعد غياب او اصابه واحد من نجوم الفريق اللي بيفرقوا طبعا مع فريق النادي الاهلي، كريم الدبيس بيلعب وبيأدي، والناس برضو ما بتحسش ان يعني في عجز في الناحيه الشمال. لا، في لعيب صغير في السن عنده 20 سنه خامس مباراه ليه بيلعب وبيتألق ومالي مكانه يعني. يعني برغم ان عدد مبارياته القليله يمكن لعب 3 مباريات منهم يمكن مباراه كمان الشوط الثاني، انما هو ما تحسش خالص ان في فرق في الجنب الشمال، وهو جاي بيلعب على ايه؟ بيلعب على واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي ومفتاح من مفاتيح النادي الاهلي في الناحيه الشمال علي معلول. فلما يجي لعيب صغير لسه خبراته مش كبيره ويؤدي بالاداء ده وفي مباراه زي مباراه افريقيا الاخيره بتاعت امبارح، لا تحس ان هو لعيب واعد. واحنا كل برضه هنا في الاستاد الناشئين او الاشبال اللي اتكلمنا عليه اكتر من مره قلنا ده لعيب كويس قوي ولازم ياخد فرصته، وبالفعل خد فرصته وبصراحه اثبت وجوده وبيتقدم من مباراه لمباراه وعنده امكانيات كويسه سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه، بيكمل عنده كروسات كويسه قوي، عنده الناحيه الدفاعيه ودي حاجه مهمه تهمني انا قوي، الناحيه الدفاعيه عنده كويس قوي، فان شاء الله ربنا يوفقه ويعوض غياب المؤقت يعني لعلي معلول، لان احنا طبعا علي لعيب ما نقدرش نستغنى عنه ولعيب مكمل ان شاء الله معانا يعني.